انظروا إلى هذه الكعكة، والآن الجزء الممتع. تبدو مذهلة. ها؟ أو من هذا؟ يا إلهي، لقد ذهبت. ابتعدي أيتها العجوز. إنها جميلة جداً. بدأ لعاب يسيل. تبدو شهية بالفعل. إنها أفضل من طعام القطط. لا أستطيع الانتظار أكثر. هيا، هذا شاي. دعي القليل لي. إنه لذيذ. هي، ماذا تفعلين؟ القطة تفعل ذلك. هذا ظلم. أعلم ماذا أفعل. ما الذي حدث؟ هل أنت مستعدة لهذا؟ هذا مثير جداً. انظري، بسكويت. أوه، إنه البسكويت المفضل لدي. أعتقد أنني سأخذ الكعكة. تبدو شهية. أنا سعيدة للغاية. هل نسيتم أحداً؟ القط يريد الطعام أيضاً. أوبس، أنا آسفة. خذ هذا. شوكولاتة وحبيبات زينة الحلوى. ماذا يفترض أن أفعل بهذا؟ حقاً، هل من تلميح؟ نؤمن بقدراتك. حسناً، سأفعلها. انظرا. واو، قوس قزح. لنبدأ العمل. سأبدأ أولاً. أعرف ما علي فعله. سأبدأ بالكريمة الصفراء. سأستخدم ألواناً مختلفة. سأغطي الكعكة ثم سأعمل على الجزء العلوي. هذا جيد. ستكون النتيجة رائعة. سأجعلها مسطحة. سأدير الكعكة ليجعل الأمر أسهل. والآن حان وقت تزيينها. سأضيف قطع المارشميلو الصغيرة. إنها كالثقب الصغيرة. تبدو رائعة. يا له من قوس قزح شهي. هذا البسكويت شهي. لا أستطيع التوقف عن تناوله. طري جداً. واو، هل صنعت ذلك؟ أنا مندهشة. أعرف، أليس كذلك؟ ماذا سأفعل؟ لدي فكرة. سأضع هذا القالب فوق الكعكة. ثم سأضيف الكريمة. سأضع عدة طبقات. تماماً مثل قوس قزح. يصير هذا بشكل جيد. طبقة أخرى ستكفي بالغرض. سأضع الآن بسكويتة فوقها. سأضعها على طبق. يمكنني الآن إزالة القالب. واو، تعجبني كثيراً. إنها كعكة صغيرة وبألوان زاهية. انظري إليها. أحسنت يا عزيزتي. وأنا فخورة بك. يمكن لأي أحد لديه مقالب أن يفعل ذلك. هذا سهل. هاي، هل تريا هذا؟ مياو، إنها قطة لطيفة. أعتقد أن أحدهم قد وقع في الحب. يجب أن أصنع لها كعكة. سأضع قالب القلب في زينة الحلوى. لقد قمت بإذابة الشوكولاتة. سأملأ القلب بها. سأنتظر حتى تتماسك. والآن يمكنني إزالة القالب. لقد صنعت المزيد. سأضعها مع البقية. هاو، تبدو رائعة. إنها مذهلة. تعجبني كثيراً. لقد حصلت على النتيجة المطلوبة. إن الأفضل أن أنظف مقالبي. لذيذ. هذا رائع. لطيفة أيضاً. لكن كعكتي هي الأفضل. لا أعتقد ذلك. نحن على وشك معرفة ذلك. هيا، انظرا، إنها أنا. هل هذا مقلب؟ لقد فزت. نانا. لا يهم، سأتناول هذا. هذا هو الجزء الأفضل. لذيذ جداً. ماذا عن مذاق كعكتك؟ أنا متحمسة لتذوقها. ظننت أنك تتبعين حمية غذائية. حان وقت التحدي التالي. وهل هذه بالونات؟ أشعر بالحيرة. ماذا سأفعل بها؟ يبدو أن هذه الكعكة شهية، لكن يمكنني جعلها أفضل. ما الذي في حوزة القط؟ مكسرات. لقد حصلت على مكسرات يمكنني استخدامها. والمارشميلو. بدأت الأفكار تتشكل. أجل، هذا ممتاز. يبدو واثقاً من نفسه. انظروا. مخيف. لا أحب هذا. هي، انظرا إلى هذا. تبدو شريراً. لنبدأ، سأحتاج إلى بسكويتة أولاً. سأقوم بتقطيعها إلى نصفين. ثم سأحتاج إلى كريمة وردية. سأقوم بدهن هذا فوق البسكويتة. والآن سأضع عليها قطع المارشميلو. سأضعها حولها بالكامل. ثم أضع فوقها النصف الآخر من البسكويتة. والآن سأستخدم المكسرات لصنع الأنياب. لقد صنعت بسكويت مصاصي الدماء. إنه رائع، أليس كذلك؟ أنا عبقري. حتماً سأفوز في هذه الجولة. القرار لكم. واو، إنها رائعة. أريد تلك البالونات. أمسكت بك.
علي نفخة. هذا أصعب مما كنت أعتقد. أعتقد أنه تالف. هل هذه بالونتي؟ أو لا؟ دعيني أفكر. هاو، لقد وجدتها. إن الأفضل أن أبدأ العمل. سأضيف الجيلاتين إلى الماء. بعد ذلك سأضع فيه ملون طعام أخضر. يجب أن يكون هذا كافياً. من الأفضل أن أخلط. سأضع البالون فيه. يجب أن أغطيه بالكامل. ثم سأنتظر حتى يجف. يمكنني تفجير البالونات وتثبيتها بكعكتي. لقد قمت بتزيينها ببعض الأشكال. هذا هو البالون الأخير. هاو، إنها تحفة فنية. انظري إليها. أنا فخورة بها. هل قلت شيئاً؟ واو جدتي، هذا رائع. من المفترض أن يكون مرعباً. لدي وجهة نظر. لحظة واحدة، يمنحني هذا فكرة. أجل، سينجح هذا. سأضع طبقة من الكريمة على اللوح، ثم سأستخدم ملعقتي لتوزيعها. سأضيف المزيد، ثم سأنتظر حتى تتصلب. ثم سأقوم بتزيينها. سأرسم وجوهاً عليها لتكون أشباحاً. أشعر أنني فنانة. ستكون النتيجة مذهلة. والآن علي تزيين كعكتي. سأضيف الخرز ثم أشباح الحلوى. لقد انتهيت. هاو، تعجبني هذا. كعكة مثالية. لقد قمنا بعمل رائع. سأفوز. لنبدأ. أرجو أن أكون أنا. من الواضح أنه أنا. مستحيل. نعم، أنا الأفضل. لقد فعلناها يا صغيرتي. هل هذا مقلب؟ لقد صنع البالونات. لا تحزن، لقد قمت بعمل رائع. هذا ما يمكنك أن تسميه وليمة. ماذا ترتدين؟ هذا ليس زيا مناسبا لتناول العشاء، أليس كذلك؟ لكن لا بأس، فلدي فستان هنا. سأساعدك في ارتدائه. إنه ضيق قليلا. انتظري، كدت أفعلها. أو ربما لا. أوه، لقد سقط في الشوكولاتة. ربما سيكون الأمر على ما يرام. لا، إنه مغطى بالشوكولاتة. هذا ليس مظهر جيد. عفواً، لا يمكنك ارتداء ذلك. ماذا سنفعل؟ انتظري ثانية. لدي فكرة وستكون حلوة جداً. كل ما أحتاجه هو هذه الأحزمة الحلوة. حان الوقت لتجديد الإطلالة. في الواقع ربما يجب أن ترفعي ذراعيك. سأضع الأحزمة فوق صدرك وسأجعلها متقاطعة فوق بعضها البعض. ثم سأقطع حزام الحلوى هذا إلى شرائح. سأرصها في طبقات حول قصرك. صارت لدينا تنورة رائعة. لكن زيك لم يكتمل بعد. ستحتاجين إلى حذاء. سأضع حلوى الدببة المطاطية على قدمك. وبعدها يأتي وقت رفع درجة الحرارة. سيؤدي مجفف شعري كل العمل الشاق، إذ سيذيب الحلوى المطاطية حول قدمك. وسيكون الأمر أشبه بالأحذية المصممة خصيصاً، لكنه سيكون حذاءً حصرياً جداً. أوه، لقد أحببته. لكننا لم ننتهي بعد. سأغمس الحذاء في الشوكولاتة. أعني، يجب أن تكون أحذية باربي وردية اللون. الحذاء بحاجة إلى كعب. دعونا نأخذه إلى المستوى التالي. سأغمسه في هذه الكرات الحلوة الملونة. سيبدو هذا الحذاء براقاً للغاية. هو إنه مثالي. يبدو جيداً بما يكفي للأكل. يا لها من تنورة لذيذة. عذراً يا باربي. هو مستحيل، أنا أحب هيلو كيتي. أو تفاحة. لا أستطيع أن أرفع عيني عن هذا. مهلاً، هذا يعطيني فكرة. نعم، قد ينجح هذا. لنفعلها. سأضع التفاحة على لوح التقطيع. أحتاج إلى قص مثلثين صغيرين منها. سأحتاج إلى عود أسنان مقطوع من المنتصف. سأغرس الأعواد في قطع التفاح، ويمكنني غرس الطرف الآخر في التفاحة. سأضع واحدة على كل جانب من التفاحة. والآن سأغرس سيخا خشبيا في مركز التفاح. سأغمس التفاحة في الشوكولاتة المذابة. سأدهنها من كل الجوانب. سيجعل المبسط المهمة أسهل بكثير. لقد كورت الفوندان في شكل كرات، وسأستخدم قاعدة كأس لتسطيحه. ستكون هذه زخرفة تفاحتي. أو إنها ربطة شعر لطيفة. يمكن وضعها على التفاحة. هذا هو المكان المثالي لها. سأستخدم المزيد من الفوندان لصنع وجه. أوه، هذا مدهش. هذا لذيذ وجذاب. حسناً، أعطني. ماذا أفعل؟ انظروا إلى تلك العيون. لا أستطيع أن أكل هذه القطة. حسناً، لقد بدأ ذلك غريباً بعض الشيء. توقفي عن النظر إلي بهذه الطريقة. لا يوجد سوى حل واحد. سأستخدم قناع عيون. هذا ما أتحدث عنه. والآن أستطيع أن أكلها دون شعور بالذنب. إنها لذيذة جداً. إنها أفضل تفاحة ذقتها على الإطلاق.
لم يتبقى سوى ملصق يقطين واحد، فما كانوا هنا بالضبط. هذا يمكن أن يعني شيئاً واحداً، هو إنه الهالوين. أنا متحمسة جداً، سأحصل على فرصة أكل الكثير من الحلوى. أها، مهلاً، أغلفة فارغة. أعلم أن هناك أكلات خفيفة لذيذة هنا. أعتقد أنني كنت مخطئة، هذا محبط للغاية. مهلاً، لم أنظر تحت هذا الشيء. انظروا، هناك حلوى، كنت أعرف هذا، سأستمتع بهذا. مهلاً، لدي فكرة أفضل. نعم، سيكون هذا رائعاً. سأزيل الحلوى من الأغلفة، لكني لا أستطيع أن أكلها. سأحتاج إلى عود خبز أيضاً، سألصق الحلوى به. أحتاج إلى تشكيل وصياغة الحلوى، أريد أن يبدو شكلها مثل العظمة. ثم سأفعل الشيء نفسه في الطرف الآخر، يبدو هذا على شكل عظمة، لكنها ليست باللون الصحيح. سأغمسها في الشوكولاتة البيضاء. سأحتاج إلى تغطية الجانبين، لذا سأستخدم هذا الملقط لنشر الشوكولاتة، وبمجرد الانتهاء من ذلك يمكنني إخراج العظمة. سأترك الشوكولاتة الزائدة تقطر، ثم سأنتظر حتى تتماسك. لكن هناك المزيد، لقد ملأت وعاءً بمسحوق الكاكاو. سأدهن فرشاة المكياج على الكاكاو، ثم سأستخدمها لنشر الغبار على العظمة. هو تبدو واقعية للغاية. هل كان هذا صوت الباب؟ خدعة أم حلوى؟ أو ماذا؟ ها العظمة، لا تقلقا، إنها أكلتي الخفيفة. لذيذة ومقرمشة كما أحبها بالضبط. أعتقد أننا يجب أن نذهب. تفضلي، صارت ربطة شعرك في مكانها، إنها تناسبك حقاً. ها؟ لا، أنا لا أصدق ذلك. هل اليوم هو عيد ميلادك؟ عيد ميلاد سعيد يا دبتي. نحن بحاجة إلى فعل شيء مميز. سنبدأ بالكعكة. هل لدينا كعكة؟ عذراً، لكنني أعرف كيف أصلح ذلك. انتظري هناك. أولاً، سوف أذيب الشوكولاتة البيضاء في وعاء. تبدو جيدة. ثم سأضيف الرشات، فالجميع يحبها. والآن سأخلط كل شيء معاً. لدي قوالب على شكل قلب، سأضع الشوكولاتة فيها بالملعقة، وسأتأكد من وجود كمية جديدة في كل قالب، ولكني سأملأها إلى النصف فحسب. والآن سأدخل عيدان الآيس كريم في مكانها، سأضع حبة بسكويت في كل قالب، ثم سأضيف المزيد من الشوكولاتة على الجزء العلوي. أريد أن أغطي البسكويت، ثم سأضعه في الثلاجة. يجب أن تكون ساعة واحدة كافية. والآن يمكنني إضافة اللمسات الأخيرة، تحتاج إلى أذان وأنف. سأستخدم الفوندان الأسود للعيون، وسأغمس الوافل الصغير في الشوكولاتة، ثم أضيف الرشات. بعد ذلك سأحتاج إلى شمعة، سأربطها بالمخروط. يمكنني وضعها على المصاصة الثلجية، ستكون مثل قبعة الحفلات الصغيرة. يبدو هذا رائعاً. يا دبتي، لدي شيء من أجلك. لا، هل تريدين مني تناولها؟ حسناً، يبدو هذا جيداً بالنسبة لي. إنها لذيذة، شكراً يا دبتي. أوه، يبدو هذا جيداً. واو، لم أرى ذلك من قبل. انتظري، ما هذا؟ انظري إلى كل تلك الإعجابات، هناك الكثير، وتبدو الحلوى لذيذة. ها، من عند الباب؟ أعتقد أنه من الأفضل أن أفتح. انتظر، أنا قادمة. مرحباً. ها، لا يوجد أحد هناك؟ هذا غريب. مهلاً، ما هذا؟ ترك لي أحدهم وروداً؟ هاو، هذا لطيف جداً. أو، إنها منك، كم هو رومانسي. أحتاج إلى التقاط صورة لها، إنها جميلة جداً. لحظة واحدة، لدي فكرة. نعم، سيكون هذا رائعاً. سأحتاج إلى الكثير من الحلوى. سأزيل الأغلفة أولاً، ثم سأحتاج لإذابة الحلوى. سأضعها في مقلاة مخصصة لهذا الغرض، ثم أرفع درجة الحرارة. رائحتها طيبة حقاً. سأقلبها جيداً، فلا أريد أن تحترق الحلوى. سأستمر في تحريكها حول الوعاء، أريد أن يتغير لونها، لذلك سأستمر في مزجها. يمكنني إطفاء الحرارة الآن. سأضع حلقة معدنية في المقلاة، وسأغطيها بالحلوى المذابة، ثم أغرس ساق الزهرة فيها. أحتاج إلى أخذ وقتي، خطأ واحد سيدمر كل شيء. أريد أن أغلف الوردة بالكراميل، ثم سأنتظر حتى تتماسك. هاو، انظروا إلى ذلك، لم أرى شيئا مثلها من قبل. إنها حلوى وردة لذيذة، سأنشر هذه على حساباتي الاجتماعية. أنا بحاجة لاستعراضها أمام الجميع. هاو، أنا عبقرية. أوه، ما هذا؟ أوه، لقد أحبها الناس، كنت أعرف أنهم سيفعلون. أستحق مكافأة على ذلك. رحبوا بصديقتي الصغيرة، سنحظى ببعض المتعة. نحن بحاجة للالتزام بالهدوء والسكينة، هل أنت مستعدة؟ يلا الحول.
هل من المفترض أن أشعر بالخوف؟ اعترفي بالحقيقة، لقد شعرتي بالخوف. أنا واثقة في ذلك. تبدو وكأنها الجدة، على الرغم من أنها تتمتع بمكياج أفضل. مهلانة، هذا ليس جيداً. ما كل هذا الضجيج؟ ها؟ ما الذي تفعلانه؟ وكأنني أنظر في المرآة وهذا هو وشاحي. أنتما في ورطة كبيرة، سألقنكما درساً. كنت أعرف أنها ساحرة. هذا ليس سيئاً. نعم، قد تكون الأمور بخير. أنا جائعة جداً، أنا بحاجة إلى بعض الطعام. وأنا كذلك. مهلاً، ما هذا؟ هو من أين جاء هذا؟ أنا لا أشتكي. انظري ما حصلت عليه، نقانق لذيذة. شاهدي هذا، سأكسر البيضة في المقلاة وسأرفع درجة الحرارة. لا أريدها أن تتمازك، سأستخدم ملعقة لفردها. هذا ما أردته بالضبط، والآن سأتركها لتنضج. سيفي هذا بالغرض، أستطيع أن أخرجها من المقلاة. الآن حان دور التفاصيل الصغيرة، سأرسم وجهاً صغيراً عليها. لدينا شبح. هو لقد أثرت إعجابي. حسناً، حان دوري الآن. كمان سأصنع فتحات على حبة النقانق من الأعلى. أحتاج لثلاث فتحات، لن أقطعها بالكامل، ثم أكرر العملية نفسها في الجزء الأسفل. يبدو هذا جيداً. والآن سأزيل قطعة من النقانق بهذا الشكل تماماً. والآن سأطبخها، سأغليها. لم يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، أستطيع أن أخرجها الآن. تم طهيها بشكل مثالي، يمكنني وضعها في الخبز الآن. سأضع قطعة من البصل في أعلاها، ثم أنثر الكاتشب فوقها. أوه، كنت أنسى، سأحتاج إلى شبكة العنكبوت، وهذا كل شيء. لا بأس بها على ما أعتقد، ولكن كيف سيكون طعمها؟ انظري إلى ذلك، بيضة سائلة جميلة كما أحبها بالضبط. إنها لذيذة، أنا متأكدة أن طعم نقانقي أفضل. أوه نعم، هذا ما أتحدث عنه. هذا جيد جدا، لنرى من الذي أعد أفضل طبق. أعتقد أن كلانا يعرف الإجابة. لم يكن هناك شك أبدا. مهلا، ما الذي يحدث؟ أنا شبح. أوه، لم أكن أتوقع ذلك. أمل ألا تطاردني. سيكون هذا مضحكا جدا. مرحبا، انظري هنا. أوه، لديك حلوى الديدان المطاطية في فمك. لا شيء يخيفك. أوه، ها هو التحدي التالي. واو، الحلويات، هذا ما أحبه. فراولة طيبة وعصارية. انظري ماذا لدي، سيكون هذا جيدا. سأضعها على طبق، ثم سأغرف صوص الشوكولاتة فوقها. سأخذ وقتي، لا أريد أن أحدث فوضى. هذا يكفي. والآن سأحتاج إلى حبة بسكويت. سأفصلها، ثم أكسر إحدى الجانبين من المنتصف. سأضع البسكويت فوق الشوكولاتة، وسيؤدي الصوص دور الغراء. بعد ذلك سأملأ صعود الكوكتيل في المزيد من الصوص، ثم أقطر به على البسكويت، وسألصق عينين من الحلوى على البسكويت بعدها. واو، هذا ذكي جدا، ولكنني أستطيع التغلب على ذلك، ثقي بي. سأحتاج إلى سيخ خشبي. سأضم الفراولة علي. دعوني أفكر، سأحتاج إلى حبتين فقط. سأضع بقية الفراولة جانباً. لقد أذبت الشوكولاتة البيضاء. سأغمس الفراولة فيها، أريد أن أغطيها. تبدو لذيذة. بدأ لعابي يسيل بالفعل، سيفي هذا بالغرض. والآن سألصق حبات المارشميلو الصغيرة على الفراولة، وسأستخدم الأسياخ الصغيرة لتثبيتها في مكانها. لا أريدها أن تسقط. سأضع حبتين على كل جانب، والآن أحتاج إلى تغطيتها بالمزيد من الشوكولاتة. هذا هو الجزء السهل، مع أنه فوضوي، وهذا ما يجعله ممتعاً. انتهينا تقريبا، يبدو هذا مثاليا. وضعت المزيد من الشوكولاتة في كيس الحلواني، وسأعصرها على الفراولة. سأحرك الكيس ذهابا وإيابا فحسب. أريد صنع تأثير يوحي بشكل شريط. إنها مومياء، والجميع يعلمون أن المومياء أفضل من الخفاش. لا يهم، أعلم أن طعم الخفاش سيكون لذيذا، حلو ومقرمش ولذيذ. هذا ما أردته بالضبط. انتظري. مرحبا يا أصدقائي الصغار، يبدو أن لدينا حيوانات أليفة جديدة. كم هو طعم حلواك؟ سيكون من المؤسف أن أدمرها. تبدو جيدة جدا، لكني سأكلها على أي حال. هو هذا لذيذ، إنها عصارية جدا. ما الخطب؟ هل هناك مشكلة؟ لا، كل شيء مثالي. أنا فخورة جدا بك. تتقن لعبتي بعض حركات الرقص الجميلة. تأملوا حركاتها، لقد تعلمت كل شيء مني.
أنت موهوبة بالفطرة يا عزيزتي. من الأفضل أن أبدأ الطهي. سأغمس هذه المعكرونة في النقانق، لا داعي لتدخل بالكامل. والآن سأضعها في الوعاء. أحتاج إلى طهي المعكرونة، لا أريد أن أطبخها أكثر من اللازم، فلا أحد يحب المعكرونة المطاطية. يمكن أن أخرجها الآن. سأضعها على هذه الصحن. والآن أحتاج لبعض حبوب الفلفل الأسود، سأغمسها في النقانق. هذا الملقط يجعل الأمر أسهل بكثير. سأحتاج إلى سكين لهذا الجزء التالي. سأصنع فتحة صغيرة في النقانق. والآن سأحتاج للعمل على المعكرونة. سألفها حول نفسها. يشبه الأمر تصفيف شعري وينزداي. أعتقد أنها تحتاج إلى زي لطيف. سأصنعه من الجبن. هو يبدو جميلا جدا. سيكون من المؤسف أن يصيبها أي شيء، أي شيء مثل التعرض للتقطيع. سأقطعها من المنتصف بالضبط. سأقطع الجبنة إلى نصفين، ولكنني لن أقطع حبة النقانق بالكامل. وبعدها سأحتاج إلى الكاتشب. سأقطر الكاتشب بطول الفتحة. يبدو لذيذا، يبدو لذيذا بحق. لا يمكن للمرء الاكتفاء من الكاتشب أبدا. وأعتقد أنني انتهيت. ألقي نظرة على هذا. سألقنك درسا. أنا بحاجة إلى دميتي فحسب. سوف يذهلك هذا. شاهديني. هي على القرف. سأخذ ساترا. كوني حذرة، أنت في ورطة كبيرة. كنت أتوقع أن تكون الأمور أسوأ بكثير. نعم، أصبحت الجدة ضعيفة في شيخوختها. هل أنت بخير؟ أشعر ببرد شديد. مهلا، انظري إلى ذلك. هذا ما أحتاجه بالضبط. أو ما هذا؟ لقد حصلت على قالب اليقطين، وأنا حصلت على كوب دافئ من الكاكاو. سوف يجعلني أشعر بالدفء. رائحته رائعة. ماذا ستفعلين به؟ هم ستكتشفين قريبا. سأضع القوالب على الطاولة وسأملأها بالشوكولاتة التوفي. سأستخدم ظهر الملعقة لتسويتها. أريد تغطية القالب بالكامل، لا أريد أن أغفل أي مكان. ثم أكرر العملية نفسها مع القوالب الأخرى. أنا على وشك الانتهاء. والآن سأنتظر حتى تتماسك الشوكولاتة. سأزيل الشوكولاتة من القالب بعناية، لا أريد أن أكسرها. سأضع كل يقطينة داخل غلاف مافن. ما يزال علي القيام بالمزيد. سأضيف ملعقة من الكاكاو المسبوق إليه، ثم حبات المارشميلو الصغيرة، وسأضيف نصف اليقطينة الثاني في الأعلى. ثم تدا، هذا جيد جدا، أليس كذلك؟ تحمل هذه اليقطينة مفاجأة حلوة. لم أنتهي بعد. لقد سخنت إبريقا من الحليب، سأسكبه على اليقطينة وستذوب معه يقطينة الشوكولاتة لتخرج كل هذه الحلويات الجميلة. إنه مشروب يقطين الشوكولاتة الساخن والمخيف. لقد انتهيت من عملي هنا. حسنا، هناك شيء واحد متبقي للقيام به. يجب أن أتذوق. أنا أتطلع إلى هذا الجزء. سأقوم بتقليده وستذوب حبات المارشميلو. أنا أدهش نفسي أحيانا. أعتقد أنه جاهز. ها نحن ذا. توقفي. ماذا تريدين؟ عليك أن تري هذا. سأرش الكريمة على الكاكاو الخاص بي. تأملي ذلك. هذه كمية كبيرة من الكريمة. بالتأكيد، لكنني سأحولها إلى شيء مميز. سيكون عملا فنيا. ها هو، انظري إلى ذلك. هناك شبح في مشروبي. حسنا، هذا ممتع للغاية. في صحتك. لنتذوق هذه المشروبات. هذا أفضل مما تخيلت. هذا لذيذ. لنرى من فازت. نعم، كنت أعرف ذلك. أحسنتي، أنت تستحقين الفوز. شاي العنكبوت هذا جيد للغاية، أنا أحبه. يكمن السر في اختيار العناكب العصارية. مهلا، انظري هناك. هو أكياس حلواني مليئة بخليط الكعك، وأنا حصلت على كعكة كاب كيك. من الأفضل أن نبدأ. تبدو خفيفة وطرية جدا. لدي فكرة، أعطيني كعكة الكاب كيك. لا، إنها لي. ابحثي عن واحدة لك. كنت أظن أن الفكرة ستنجح، لكن لا بأس. سأحتاج إلى صينية مافن. سأضع أغلفة الورق في اثنين من الثقوب، ثم أملأ القالب بخليط الكعك. سأملأه عن آخره وسأفعل الشيء نفسه مع القالب الآخر. لكنني لم أنتهي بعد. سأحتاج لقطع صغيرة من القصدير. سأضعها حول جوانب الأغلفة الورقية هكذا بالضبط. هذا سيدفع بالأغلفة إلى الداخل قليلا. أريد أن أصنع شكل أكس. وبعدها يمكن وضعها في الفرن. سأخبزها لمدة 45 دقيقة. أريد أن تكون باللون البني الذهبي. سأستخدم الملقة لإزالة القصدير. سيكون القصدير ساخنا. وبعدها سأحتاج إلى كيس الحلواني الآخر. يحتاج هذا الكيس إلى تغطية سكرية. سأغطي الجزء العلوي من الكعك. سأستخدم الملقاة لوضع الحلوى على الكعك. سأتحرك بهدوء وروية
ثم سأستخدم قطعة صغيرة من الفوندان الأسود. أريد أن أصنع وجها باستخدامها. إنها كعكة شبح مخيفة جدا، أليس كذلك؟ حسنا، سأحتاج إلى قالب سيليكون وكيس مليء بالتغطية السكرية الوردية. سأملأ القالب بالتغطية السكرية، ولن أكتفي بعصر التغطية السكرية فحسب، بل أريد صنع نمط. وبمجرد الانتهاء من ذلك سأمسك كعكة الكاب كيك خاصتي ثم أقلبها وأضعها فوق التغطية السكرية. تبدو وكأنها دماغ، هذا ذكي بحق، والكعكة كلها لي، لذيذة. لا يهم، دعونا نتذوقها. لذيذة، حان دوري. إنها أفضل كعكة كاب كيك على الإطلاق. مهلاً مهلاً، ما الذي يحدث؟ أنا عبقرية. هيا استفيقي، هذه كمية كبيرة من المعادلات. ها؟ انظري، لقد فزت. أعتقد أنني ذكية هنا. لا شيء ألذ من طعام الجدة، إنه يجعلنا بحال أفضل. حان الوقت لاكتشاف ذلك. مرحباً يا عزيزتي. مرحباً. إلى ماذا تنظرين؟ أحضر بعض الطعام لك يا باتي. ما هذا؟ حتماً لدي هنا شيء لتينا. هذا محرج، ما رأيك بهذا؟ أو هكذا إذن؟ يبعث هذا على التوتر، يكفي، توقفا. هناك حل واحد لهذا. هي، تعالي إلي، أنت تعرفين ما الذي عليك فعله. حان وقت التحدي، لنبدأ. انظرا إلى هذا، إنه التحدي الأول لكما. الفشار، حسناً، سيكون هذا سهلاً. هذا الخفاش طازج، قطفت هذه الأوراق في الصباح وسأضيف القليل من الشوكولاتة. انظروا إليها، وأخيراً سأضيف حبات الذرة، لا ننساها طبعاً. والآن سأقرأ التعويذة. هيا أيتها المكونات، تحولي إلى فشار. عادت إلي روحي، إنه جميل جداً. أبرا كدابرا، يبدو شهياً. أو توقفي، يجب أن ألتقط حبات الفشار. الوعاء الكرتوني جاهز. هذا ممتع، لقد نجحت بالفعل. أعتقد أن هذا كاف، يبدو شهياً. أحسنتي، نحن ننتظر. يمكنك فعلها يا جدتي. هي، يمكنني مساعدتك. مساعدتي؟ كيف؟ أو أيتها اليد، أنا بحاجة إلى المساعدة. خذي هذه الحلوى إلى جدتي، أنا أعتمد عليك، لا تخذليني. ها؟ يد بلا جسد؟ يا لها من يد لطيفة. مذاق الخفاش، مهلاً. لقد خدعتني، سأحولك إلى حساء مفاصل. أوه، تعاني من مشكلة في التحكم في غضبها. حسناً، خطرت لي فكرة، سأضيف القليل من الزيت إلى المقلاة ثم أرش حبوب الذرة، أضيف إليها الحلوى، والآن حان وقت تحضيرها. بدأت الحبيبات تنفجر، يا للروعة، أصبحت الحلوى ملونة. أظن أن هذا كافٍ. إنها ملونة، انتهيت. لم أرى من قبل فشاراً جميلاً كهذا. مقزز، فشار يشهي أكثر. لقد برعت جدتي في ذلك، أرجوك دعيها تفوز. حسناً، لقد فزت يا جدتي. واو، شكراً لك، ذوقك فظيع. مقرمشة، ما التالي؟ يبدو هذا جيداً. ما رأيك بهذا؟ أنت مزعجة جداً. هذا هو التحدي التالي عن الخبز، يمكنني فعل ذلك. كيف يعمل هذا الشيء؟ ماذا تفعل؟ إنه يران، مرحباً، بمن تتصل؟ ممتاز، علي أن أساعدك. يجب أن أنتظر. كان هذا سريعاً. تفضل، يمكنك الاحتفاظ بالباقي. يا لك من شاب لطيف، لنرى ماذا لدي. هذا غش، يمكنني فعل ذلك أيضا. مرحبا، هل تسمعني؟ أريد أن أطلب شيئا. واو، خدمة سريعة.
شكرا لك. شكرا يا صاح، ما زلت هنا؟ ها ضعها هنا، جيد، لنلتقي لاحقا. انت لا تستسلم. حسنا خذ هذا، انها كافيه. انت تسرقني، يجب ان تضع قناعا. كان يوم عمل جيد، لنرى ماذا لدي. ها فحم، هكذا إذن. هيا يا طال عجوز، هاي، ما رأيك برؤية شيء رائع؟ إنه ينجح دائما، لكن هذه سرقة. لقد عاد، مرحبا يا ولدي. مهلا، لنتحدث قليلا، لم ينتهي الأمر بعد، أنت على قائمة الانتقام. بعديني عنها، من الأفضل البدء بوصفتي الخاصة. سأضع المارشميلو بين شريحتي خبز، والآن سأستخدم كوبا لصنع دائرة من الخبز، هكذا تماما. سأغمس دائرة الخبز في الزيت الساخن، يجب أن تصبح بلون ذهبي مائل إلى البني، إنها مقرمشة وطرية. سعيدة جدا بهذه النتيجة، هذا ممل. ماذا سأفعل الآن؟ ربما يمكنني استخدام هذه البقايا. خطرت لي فكرة، سألف الخبز بشكل حلزوني، يجب أن أبقيها مشدودة، ثم أضع سيخاً خشبياً لتثبيتها. والآن سأغمسها في الزبدة، يجب أن أغطيها كلياً، ثم أضع عليها السكر. هكذا، حصلت على حلوى شهية، إنها حلوة مثلي تقريباً. ما رأيك يا باتي؟ لا أكترث للأمر. حسناً، أعتقد أن جدتي الفائزة. أنت لطيفة جداً، سيئة الحظ. أحسنت، أو لا يهم. ماذا سيكون التحدي التالي يا ترى؟ لا يمكنني التفكير بأي شيء. أو تفاحة، افعلا شيئاً بها. هذا جيد، من الأفضل أن أستعد. شكلي لطيف، أحب أعمل البستانة، أنا بارعة في زراعة. إنها تبعث على الاسترخاء، سأزرع هذه البذرة الصغيرة. هيا بنا، سأضعها في التراب مباشرة. أمل أنك تشعرين بالعطش، لدي بعض الماء من أجلك، اشربي. أعتقد أن هذا كاف، سأجعلها تكبر الآن. استغرق هذا وقتا طويلا، لم يحدث شيء. كلا، لا شيء. أنا مستيقظة، هذا مأساوي. هيا، هذا ما تريدينه، مذهل. ها أنت زرعتها، واو، أستخدمها لإغواء أميرات القصص الخيالية. أعطيني هذه التفاحات الآن. هذا مضحك، هذا ما أحتاجه بالضبط. بقي شيء آخر، سأضع التفاحة على الحامل، ثم أدع الآلة تؤدي عملها. ستقشر التفاحة لي، سأجلس فقط وأسترخي. وانتهت، لكني لم أنتهي. سأزيل اللب، سأستخدم ملعقة لإزالته. لا يزال هناك القليل، ثم سأضع الحلوى داخل الفجوة. يمكنني وضع هذه جانباً الآن، لدي قطعة من الجبن، سأقطعها إلى شرائط. والآن سأضعها حول التفاحة، سأضع طبقات منها بهذا الشكل، ثم أضعها في الفرن. يجب أن تصبح بلون ذهبي. تبدو لذيذة، بدأ لعاب يسيل. تغلبي علي الآن، من أين تعلمت هذا؟ يجب أن أفكر. لا أعرف ماذا سأفعل. على من أضحك؟ أنا بحاجة إلى شيء مذهل. مهلا، لقد أصبت بشيء ما، ربما ارتجاج في المخ، لكن هناك شيء آخر. دونات، أعتقد أني عرفت ماذا سأفعل. سأبدأ بتقطيع التفاحة إلى أجزاء، ثم أزيل اللب. حصلت على حلقة جميلة من التفاح. سأدخل بها السيخ الخشبي، ثم أغمسها في خليط الكعك وأغطيها بالكامل. والآن حان وقت قليها. انظروا إلى هذه الفقاعات، يجب أن تقلى جيداً، وإلا ستكون رطبة. ثم أغمسها بالشوكولاتة المذابة. تبدو شهية، نحن جميعاً نحب الشوكولاتة. وأخيراً سأزينها بزينة الحلوى، وهكذا حصلت على دونات صحية وشهية أيضاً. رائحتها مذهلة، أشعر بالغثيان. أحسنت يا جدتي، لقد فزت. هل سمعت ذلك؟ لقد فزت.
انظري إلى هذا، نحن مختلفتان لكن لا بأس. التحدي التالي هو النقانق. لذيذ. ماذا الآن؟ دلوي العزيز لا يخذلني أبداً. أوه، نسيت أمر هذا، إنه أفضل حيوان أليف قمت بتربيته. انظروا إلى هذا الريش، احذري، أعاني من الحساسية. أنا أركز على طواقي، لدي سلة مليئة بالأغراض، لنرى. أها، هو كرة الصوف. ها، ماذا تفعل؟ مهلاً لحظة، خاطرت لي فكرة. سأندم إن لم أفعل ذلك، ستكون مفاجأة رائعة. ظننت أنني أضعتك. هل هذه أفعى؟ نلت منك. هاو، أنت فظيعة، خذي هذا. أين أنا؟ إنها مجرد كرة صوف. أعطني هذا. مهلاً، وجدتها. سأضع النقانق في وعاء وأدخل بها عيداناً معكرونة. سأمررها خلالها بالكامل. يجب أن تكون قطع النقانق في المنتصف، ثم سأضعها في قدر من الماء الساخن، ثم أنتظر حتى تنضج. أظن هذا كافٍ. وجبة شهية ومشبعة، سأتناولها. تريدين اللعب إذن؟ ها؟ أصبح الأمر شخصياً الآن. توقفي أرجوكِ. يشعرني هذا باليأس. هل أنتِ بخير؟ وجدتها. كنت أعلم أن لدي نقانق. حتماً أنت فخورة بنفسك. سأثبت في النقانق قطعا صغيرة من المعكرونة، ثم أدخل بها حبات الذرة. سأفعل هذا حول قطعة النقانق بالكامل. يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن النتيجة تستحق. سأنتقل الآن إلى قطعة الخبز وأقسمها إلى نصفين، ثم أضع النقانق بداخلها، ثم أضيف القليل من الصلصة. سأضيف الصلصة الحارة. أتوق لتناولها. ما رأيك؟ القرار لكما. جدتي هي الفائزة. أوافقك الرأي. أجل، لقد تغلبت عليك. المعذرة على التأخير، تفضلي قائمة الطعام. شكرا. ما هذا؟ هالوين سعيد؟ ما الذي يجري؟ لا أدري. ماذا؟ لا النجدة. أنا أحب الهالوين، أنا أحب الرعب. تبدو قائمة الطعام شهية. ماذا سنجرب أولا؟ الزومبي دماغ. يبدو شهيا. يبدو جيدا. أين طبقي؟ أنا متحمس لتذوقه. هل يمكننا تقاسمه؟ ماذا؟ كلا، أحضري دماغا لنفسك. رائحته حلوة مثل الفراولة. سأستمتع بكل لقمة منه. لذيذ. أظن أن معدل الذكاء ارتفع. مجموع الجذور التربيعية لأي ضلعين في المثلث متساوي الساقين يساوي الجذر التربيعي للضلع المتبقي. هل أنت بخير؟ هذا الاختبار لك. اختبار؟ لكن لحظة، أنا عبقري، لا مشكلة. انتهيت، سأحصل على درجة كاملة بالتأكيد. حسناً، بداية جيدة. خطأ. ما مشكلته؟ ضعيف؟ كيف؟ ألا أزال غبياً؟ لم ينفعني الدماغ الجديد. من أين جاء هذا الطبق؟ انظر، أنا على وشك التقيؤ. هذا فظيع. أنا نباتية. لا، لن أكل، مستحيل. لا يبدو بذلك السوء. جولي، لا تقلقي، سأتولى أمره. سأقطع قطعة صغيرة من هنا. يبدو محترقا، لكن لا بأس. دموي. إنه جيد، لم أتوقع هذا الطعم الجيد. حقا؟ حسنا، سأتذوقه. أجل، إنه جيد، لقد أعجبني. الطبق التالي. دام، المحطم. كيك الصراصير. يبدو فظيعا. حسنا، سأكله.
يبدو مقززاً. هل يتحرك؟ كلا، أنت تتوهم. كلا، مستحيل، لن أكل منها، أعرف طعمه. يا إنها مجرد حشرة ميتة، لن تؤذيني. يا مقرمس جداً، يمكنني الإحساس بحركة سيقاني. إنه لزج، يجب أن أتخلص منه. يا كله وخلصنا. حسناً، آخر محاولة. ليس صرصوراً بل كيك شوكولاتة. لا يزال صرصوراً. لا يمكنني فعل ذلك. ماذا؟ خذ خذ خذ. لا تتحرك، ابق مكانك. عد هنا. يبدو مثل شراب شوكولاتة مركز، وطعمه كذلك. أرجوك لا تأكلها. سأذكرك بتفريش أسنانك بعد انتهاء التحدي. حسناً، تبدو مثل كيكة عادية. أعني أن الكريمة أعجبتني. لحظة، يوجد شيء هنا. مستحيل، إنها نقود. مائة، مائتان، 300، 400. أصبحت ثرية. هناك المزيد، سأطلب الكثير من البيتزا. إنها لا تنتهي، هناك الكثير منها. هذا ظلم كبير. من هنا؟ مرحبا، حان وقت كسب بعض المال. أصبحت نقودي. جريمة كاملة. هذا غريب، نقودي اختفت. هل رأيت؟ اختفى أيضاً. لا أصدق هذا. ما باليد حيلة. بقيت الكيكة على الأقل، لكني أفضل نقود. حسناً، رقم 3، لنرى ما سيحدث عند اختياري للساحرة. يبدو هذا ممتعاً. أصابع الساحرة تبدو مثل حلوى بالنسبة لي. هل رأيت طبقي؟ وعاء ديدان. هذا فظيع. بالهناء والعافية. هل ستأكلينها حقا؟ هيا. لا أريد رؤية ذلك، لكن الفضول قاتل. لم أعلم أنه يجب أن نرتدي أزياء تنكرية. دورك. كلا، لن أكلها. ماذا تفعلين؟ لماذا تطيرين؟ كلها. تخيلها سباجيتي. إنها قذرة. وطرية وغنية بالنكهة. إنها لذيذة. أنا سعيد، أشعر بانتفاخ في بطني. لا تفعلها. المعذرة. الآنسة أولاً. سأختار مصاص الدماء. خفاش رائع. ما أظرفه، لا يمكنني أكله. ما الذي حصلتي؟ عيون تبدو جيدة. هل تريد المبادلة؟ حسناً، سأتناول هذا الظريف. طعمه خرافي. يبدو شهياً. يحدث شيء غريب لي. أريد شرب دمك.
توقف عن العبث معي، يجب أن أركز. حسناً، إنها مجرد عيون. أحتاج دماً. إنه مثل شراب فاخر مثل الكرز. إنها مثل الكرز فعلاً. لم أعد أحتاجه. تعالي. أريد تناول المزيد من العيون. أي، هذا مؤلم. ما كان ذلك؟ ربما أتوهم. هل تعرفين طبيب أسنان جيد؟ هل أنت بخير؟ تبدو شاحبا. أظن أن أسناني انكسرت. حان الوقت. هل هي هنا؟ أوه. أوه رائع، سأشربك بالكامل. هل أصدرت ضجة أكثر من اللازم؟ أترك هذا السم السكري. وضع هذا المشروب في معدتك فورا. أنت أذكى من أن تفعل ذلك يا ليو. أوه، هذا المشروب أخضر للغاية. حسنا، طالما أن هذا المشروب بلا صاحب. هذا ليس عدلا يا جدتي. أفهم سبب استمتاعك بهذا المشروب. ليس هذا لطيفا يا جدتي. سندخل في تحدي الآن. ماذا؟ هذا صحيح. واو، حان وقت التحدي. كم أنا متحمسة. حجر، ورقة، مقص. أرأيتي، اخترت الحجر. أوه، لقد فزت. المهم أنني حصلت على موزتين. واو. أوه، هذا لطيف. ماذا يمكنني أن أفعل؟ أوه، وجدتها. لحظة واحدة، الموقد الساخن في الطريق. وبمجرد أن يغلي الماء، سأضع الوعاء فوقه وأملأه بالشوكولاتة البيضاء. ستذوب بعد بضع دقائق، وسأقلبها حتى تصبح لطيفة وكريمية القوام. هيا ذوبي. واو، شاهدوا تلك الحركات. إنها حركات دائرية متواصلة. أصبح كل شيء ضبابيا. يا للهول، ماذا حدث؟ أين أنا؟ هل ما أزال في تحدي الطبخ؟ ماذا يوجد في هذا الصحن؟ المزيد من الموز. رائع، أوشكت على بلوغ القوام المطلوب أخيرا. فيو، لننتقل إلى الخطوة التالية. هل أنت مستعدة للغطس؟ تماسكي جيداً أيتها الموزة. سأغلفها بطبقة كثيفة، وستجعلها الوجوه الصغيرة أشبه بالأشباح. يمكنكم اختيار التصميم الذي يعجبكم، والمزيد من الشوكولاتة سيكون أفضل. أليست هذه رائعة؟ أوه، ما ألطفها. مهلاً، ما هذا؟ جدتي، لم أقصد أن أخيفها. مهلاً، أسناني. حسناً، افرح يا ليو. هذا مخيف. هيا لننهي هذا التحدي. هل هذا الموز ناضج؟ ليس ناضجاً بالتأكيد. يا للقرف يا جدتي. مهلاً، خطرت لي فكرة مذهلة. لنضع الموز في الفرن. هل هناك ما هو أسهل من ذلك؟ تفضلوا، لقد أصبح الموز جاهزاً. ورائحته مذهلة. لقد صارت الموزة بلونك المفضل يا ليو. والثمرة في الداخل ما تزال صفراء وشديدة الطراوة. ما ألدها. حان وقت الجزء الأفضل. إنه وقت الأكل. ولحسن حظي أن هذه الحلوى لا تحتاج لأسنان. انظر إلى مدى جمالها وطراوتها. سأضيف الكريمة المخفوقة ليجعلها مميزة أكثر بالطبع. تادا، لن ننسى هذه التفصيلة بالطبع. حان وقت الرشاد. هل انتهيتي؟ أتفتقدين هذه الأشياء؟ تفضلي. سأرتدي نظاراتي أولا. أستطيع الرؤية الآن. خذي هذه من فضلك. لقد عادت الأسنان لمكانها. أتود المبادلة؟ فالموز متنوع الأغراض بالطبع، أليس كذلك؟ يا لها من موزة لطيفة. لذيذة. أحسنت. سيكون هذا مثيرا. انظري إلى هذه اللقمة و طعمها يستحق الاهتمام. أعتقد أنها لا بأس بها. يكفي أنها قابلة للأكل. مرحبا.
هذا صحيح. حسناً، هيا لنفعلها. لقد حصلت على فلفل أحمر حلو. وأنا حصلت على شيء مختلف كلياً. أشعر بثقة كبيرة، أترى؟ أوه، أكره هذا الفلفل. كما تشاء. يستحسر بي أن أباشر العمل، هكذا أفضل. لدي مساحة كافية لاستيعاب القليل من الجبن الكريمي. سأستخدم ملعقة لضغط الجبن في الداخل، ثم أرش بعض الفلفل الأسود. بعدها يحين دور الجبن واللحم. سأضيف المزيد منهما، ثم أضع نصف الفلفل الآخر فوقها. سيكون من الأفضل تقطيعها حتى يسهل تناولها. ألا يبدو شكلها خياليا؟ ما الخطب يا ليو؟ ماذا؟ الوقت يجري. حسناً حسناً، أظن أن بإمكاني إعداد شيء ما. سنتخلص من الجزء الخارجي في البداية، وبعدها سننتقل إلى النقانق. سأقطعها إلى شرائح طويلة. والآن حان وقت رفع درجة الحرارة. سنطهو نقانق في مقلاة مع الكثير من الكاتشب، وأعني هنا الكثير من الكاتشب. نريد تغطية النقانق بالكاتشب جيداً. أترون؟ صارت الشرائح ناضجة ومغطاة بالصلصة. وبمجرد أن تصبح ناضجة وساخنة، سنأخذ القليل منها ونضعه فوق الخبز. يمكنكم استخدام الكمية بالكامل إن أردتم، لكن تأكدوا من إغلاق الشطيرة جيداً. ماذا عن هذه الإضافة؟ ستمطر السماء باللون الأسود. يبدو هذا أشبه بالوحل، أترين؟ أوه، ما ألطف التوابيت. أريد المزيد من الكاتشب لو سمحتم. حان وقت الوليمة. أستطيع أن أشم رائحة الدماء من هنا. أوه، جدتي، هل بالغت في الأمر؟ ماذا؟ ما هذا؟ ماذا؟ لا، يا لظلاميتك. حسناً، أتودين تبادل الأطباق لتذوقها؟ لست واثقاً بشأن هذه الوصفة، لكنني أرى الكثير من الجبن. استمتع بوجبتك. الشطيرة مقرمشة لكنها كريمية. بالهناء والشفاء. حسناً، هذا طعم مثير للاهتمام، ليست سيئة للغاية. لنرى، سأعطيك 7 درجات كاملة. سأعطيك 8 درجات. يا للهول، هل فزت بالجولة؟ يمكنك البدء هذه المرة. كم أنت بطيئة. لقد تمكنت منك. هذه مقلع عيون. من المؤسف أنها ليست حقيقية. هذا مقزز. تبدو جيدة. ويحي. يعجبني هذا المظهر. وجدتها. أترين هذا الوعاء الكبير من الثلج؟ سيصبح شكله مخيفا أكثر الآن. استرخي، فهذا مجرد عصير. هذا لحسن حظي. سأستخدم الكمية بالكامل، وسيحافظ الثلج على لذاته وطزاجته. رائحته تشبه الكرز. حان وقت مقلي العيون الآن. استمتعوا بغطساتكم. انظري إلي وهي تسبح، أترين؟ لن تستطيع إبعاد بصرك عنها. أتودين مساعدتي أيتها اليد؟ سيصبح الشكل أفضل كلما زادت أعضاء الجسم. ولطالما كانت حلوى الديدان لذيذة. بدأنا نقترب من الشكل النهائي الآن. رائع، هل هناك من يشعر بالعطش؟ من المؤكد أن هذه المكونات المخيفة ستروي عطشكم. أتريدين القليل؟ لا بكل تأكيد. حان دورك. حسناً، لنلقي نظرة. تفاح، يبدو طازجاً أيضاً. لكن مهلاً، هذا إشعار تفكيري بموعد التمرين. رائع، هل ستمارسين التمارين الآن؟ هيا بنا، أنا مستعدة. ووو، لدي عصير يا عزيزي. فيو. أوشكت على الانتهاء. لقد انتهيت. إلى التفاحة التالية. رائع، فيو، انتهيت. يا للهول يا جدتي، حان وقت الجزء الممتع. ما رأيك في هذا التفاح؟ سأكتشف الإجابة الآن. استمتعي. يا للهول. حسناً، هيا بنا. ليس طعم العصير سيئاً. لا، ليس سيئاً على الإطلاق. رائع،
سنتقاسم الفوز. أحسنت يا جدتي. يا له من تحدي لذيذ. نأمل أن يتركك هذا جائعا للمزيد. من تظن أنها قدمت أفضل حلوى؟ أخبرنا في التعليقات. تذكر مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا للمزيد من الفيديوهات الرائعة كهذا الفيديو.